الدين لا يطلب منا موقفا عمليا فقط، وإنما يطلب منا أيضا موقفا نفسيا. إذا تلاحظون كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفقهاء يفتون بأن إحدى الواجبات، لا أنه ينبغي أو أنه أمر مندوب، وإنما إحدى الواجبات على كل مكلف إنكار كل منكر بالقلب، إنكار المنكر بقلبه، هذا واجب من الواجبات الشرعية. أهمية الإنكار لعلها تكمن في هذه النقطة، أن جميع المواقف الخارجية للفرد تبتني على موقفه النفسي. الموقف النفسي هو القاعدة التي يبنى عليها الموقف الخارجي.